يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة هتكون حلقة النهاردة مهمة جدا، لأن عندنا العديد من الأخبار المتنوعة على الساحة الرياضية المحلية وأيضا العالمية، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره بالتحديد. وكل دي أمور بتهم كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. كالعادة كل خميس ضيفنا العزيز الأستاذ محمد القوسي هينورنا ويشرفنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم، وهنستفيد في الحديث في أمور عديدة كالعادة. قبل ما نتكلم خلينا نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يتسلم درع الدوري في احتفالية كبرى اليوم. نادي القرن يبدأ مشوار دور المجموعات من سوسة نهاية نوفمبر. فايلر التفكير في دوري الأبطال الآن سابق لأوان. المنتخب يتجه إلى الإسكندرية غدا استعدادا لودية بوتسوانا. وصلاح يظهر في متحف الفيفا بزيورخ. تمام، اخبار كتيره زي ما شفنا كده ابرز العناوين، وبالتحديد عايزين نبتدي باخبار النادي الاهلي واخر الجديد طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا ومجموعه النادي الاهلي، ومجموعه اكيد قويه، واي مجموعه كان هيبقى متواجد فيها النادي الاهلي كانت هتبقى مجموعه قويه وصعبه، لان الفرق كلها اللي هتشارك في البطوله فرق بأسماء كبيرة وتاريخ كبير في بطولات دوري أبطال أفريقيا أو البطولات الأفريقية بشكل عام. لكن الأهم دايما أن البطل، دي لقطات من القرعة امبارح، الأهم دايما أن البطل ما بيفكرش هيقابل مين، بيفكر بس إزاي هيكسب، بيفكر بس إزاي هيفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مش بس التأهل من دور المجموعات. وده الهدف الأساسي دايما للنادي الأهلي وجماهيره، بالتالي تفكير كله في كيفية الوصول للنهائي وكيفية إسعاد جمهور النادي الأهلي المنتظر والمتشوق لبطولة دوري أبطال أفريقيا. في الحقيقة بطولة مهمة جدا وغايبة عننا بقالها كتير قوي، فمستنيينها إن شاء الله بإذن الله، واثقين كل الثقة في الجهاز الفني في اللاعبين وأبطالنا في الفريق اللي هيقدروا باذن الله يجيبوا لنا بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي اهم البطولات للنادي الاهلي هذا الموسم ولجمهور النادي الاهلي بالتحديد. مجموعه النادي الاهلي، النادي الاهلي وقع في المجموعه الثانيه طبعا زي ما حضراتكم اكيد عرفتوا، معانا النجم الساحلي التونسي، ومعانا الهلال السوداني، ومعانا بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، فبالتالي اكيد مجموعه قويه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكون موفقين في التاهل من خلال هذه المجموعه. خلينا اقول لحضراتكم ترتيب المباريات ايه. المباراه الاولى باذن الله هتكون يوم 29 او 30 نوفمبر مع النجم الساحلي هناك في سوسه، بالتالي البدايه هتكون قويه وصعبه جدا بره ارضك، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، لان دايما البدايات بتبقى مهمه خصوصا في مرحله جديده من البطوله ومرحله دور المجموعات، واحنا عارفين اول المجموعه وتاني مجموعه هم اللي بيصعدوا مباشره، ودور الثمانيه بيبقى فيه قرعه اخرى. فبالتالي المباراه الاولى مع النجم الساحلي في سوسه يوم 29 او 30 نوفمبر، المباراه الثانيه او الجوله الثانيه هتكون مع الهلال السوداني في ملعبنا هنا في مصر ان شاء الله باذن الله يوم 6 او 7 ديسمبر، وبعد كده عندنا الجولة الثالثة مع بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 27 أو 28 ديسمبر، دي أيضا هتكون في القاهرة. الجولة الرابعة هنخرج لبلاتينيوم إن شاء الله في زيمبابوي يوم 14 أو 15 فبراير، وبعد كده نلاعب النجم الساحلي إن شاء الله في القاهرة في الجولة الخامسة يوم 21 أو 22 فبراير، والجولة الأخيرة بإذن الله نكون حسبنا إن شاء الله بإذن الله الصعود، هتكون مع الهلال السوداني على ملعبه يوم 6 أو 7 مارس، ويقال يعني إن ممكن المباراة دي تكون في مصر أيضا، مباراة العودة مع الهلال، لأن طبقا للظروف الأمنية في السودان، لكن لسه ما تمش التأكد من هذه الجزئية. بشكل عام أي يعني كان المكان اللي هيلعب فيه النادي الأهلي، الفريق جاهز واللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا بإذن الله.
عايزه اتطرق لتصريحات مستر فايلر بالتحديد بعد القرعه واللي اتكلم فيها الموقع الرسمي للنادي الاهلي النهارده، واللي قال ان مستر فايلر اتكلم مع اللاعبين وقال لهم احنا مش بنفكر دلوقتي اطلاقا في بطوله دوري ابطال افريقيا، لسه المرحله بتاعتها ما جاتش وقتها، والتركيز في هذا التوقيت وهذه المرحله لسه مش دلوقتي، احنا عندنا مباراه غايه في الاهميه يوم السبت القادم مع نادي، او السبت اللي بعد القادم طبعا يوم 19 اكتوبر مع نادي الزمالك، فبالتالي تركيزنا كله منصب حول هذه المباراة لأن هي مباراة فعلا غاية في الصعوبة ومع غريم تقليدي مميز نادي الزمالك، وقال إن احنا ماشيين خطوة بخطوة بنركز في كل مباراة على حدة، وده شيء أساسي وسمة أساسية من سمات النادي الأهلي. وكمان مستر فايلر قال إن المرحلة فيها تحديات واستعدادات خاصة، و قال ان هو بيقدر وبيحترم كل المنافسين سواء محليا او افريقيا، انه ده الطبيعي والاحترام ده اللي دايما هيقودك للانتصارات سواء في المباريات او في البطولات بشكل عام محليا وافريقيا، وده الهدف الاساسي. خليني اقول لحضراتكم كمان ان الفريق بيواصل استعداداته، استعدادات قويه جدا لمباراه الزمالك، والنهارده اخر يوم قبل الاجازه، بكره في اجازه ان شاء الله يوم الجمعه والسبت، وبعد كده الفريق يستأنف تدريباته إن شاء الله يوم الأحد، عشان كده عايزين نطمن بشكل كبير جدا على آخر مران قبل الأجازة واللي ابتدى فيه تمام الساعة 5 مساء في استاد مختار التتش بالجزيرة. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وإن شاء الله يعني هاخد من كلامك إن كرة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله تكون بطولة موفقة هذا الموسم للنادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة، وبإذن الله الأهلي يكون بطل للبطولة إن شاء الله هذا الموسم يا أمير. إن شاء الله بإذن الله يا فاروق. طمنا على التدريبات النهاردة وهي عبارة عن إيه، وعايز كمان أسألك هل النقص العددي ده بيأثر بشكل أو بآخر على استعدادات الفريق؟ أكيد يا أمير النقص العددي بيأثر بشكل كبير على الجزء التكتيك أو الجزء الخططي للمدير الفني مستر ريني فايلر وجهازه المعاون، لكن خليني قبل ما ندخل في التفاصيل المران النهارده أكثر، النهارده كان متواجد مجموعة من براعم مصر بطنطا متواجدين في مدرج التتش النهارده بيأجروا ويساندوا النادي الأهلي وبيوجهوا التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز بدرع الدوري والاحتفالية الدوري ان شاء الله هتقام اليوم، تشجيع للجهاز الفني وتشجيع للاعبين، كل لعيب باسمه وحالة من البهجة عملها المراعم يعني رفعوا درجة الحماس للاعبين في المران. المران يا أمير النهارده انطلق في تمام الساعة 5، مستر ريني فايلر وجهازه المعاون اتكلم مع اللاعبين في منتصف الملعب كما هو معتاد قبل انطلاق المران، ثم جزء البدني مع مستر توماس، ثم اختص مستر ريني فايلر المجموعه الهجوميه يعني الخماسي وليد اثارو ووليد سليمان وجونيور اجاي وجيرالد ومحمد محمود. ومن هنا اخيرا عايز برضو ان انا اطمن جماهير النادي الاهلي، محمد محمود مستر ريني فايلر بيديله اهتمام يعني فوق الوصف، مهتم بيه جدا، شايف ان محمد محمود واحد ان شاء الله يكون من العناصر والركائز الاساسيه للنادي الاهلي، وطبقا بطريقه مستر ريني فايلر بيديله اهتمام شديد. النهارده مستر ريني فايلر اختص الخماسي الهجوم اللي ذكرتهم يا امير استغلال الكرات العرضيه وتنويع محاور الشق الهجوم للنادي الاهلي، التسديد ومهاره التسديد على المرمى من وضع الحركه من وضع الثبات، تألق فيها بشده وليد سليمان ومحمد محمود وجيرالدو واجاييه ووليد ازارو الخماسي اللي قلت لك يا امير مستر ريني فايلر مركز شويه على الشق الهجومي. الجانب الاخر من اللاعبين كان برفقه مستر ديفيد سيزا. مستر ريني فايلر في تعليماته للخماسي برفقه الكابتن سامي قمصان زي ما قلت يا امير على الاقل مستر ريني فايلر عايز يعمل تنويع شويه، يعني عايز ينوع في المحاور الهجوميه في النادي الاهلي استغلال المهارات اللي عند اللاعبين،
نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه حالا يا امير، مستر ريني فايلر بيحب يشرح لمحمد محمود بعض الامور زي ما قلت لك، امير بيدي السلام لمحمد محمود اللي اعتقد ان شاء الله اللقاء الودي القادم للنادي الاهلي هنشوف محمد محمود، ويكون ان شاء الله واحد من العناصر اللي النادي الاهلي يستفيد بيها خلال الفتره القادمه. حل الفنيه عند لاعبي النادي الاهلي نقدر نقول ممتازه. عايز اطمنك برضو امير على المصابين. اكيد عايزين نطمن عليهم المصابين، لان يعني زي ما اتكلمنا بالامس وتحدثنا في امر عمرو السوليه ومحمود متولي ومروان محسن، النهارده بالتحديد عمرو السوليه بدا البرنامج التاهيلي حول الملعب، وان شاء الله بنسبه كبيره يعني زي ما اكدنا بالامس ان شاء الله يكون جاهز لمباراه القمه. كويس جدا. ايضا محمود متولي بيستانف في البرنامج العلاج التاهيلي لمباراه القمه كان برفقه مروان محسن وعمليه جاي حول الملعب. بس يعني زي ما اتاكدنا برضو ان مروان محسن هيكون بعيد تماما عن مباراه القمه. ان شاء الله محمود متولي السوليه ان شاء الله يكونوا جاهزين. كريم نزل خلال الاسبوع القادم هيبدا المرحله الاخيره خلاص، ونبدا نقول ان كريم نزل واحد من اللعيبه ايضا اللي نتمنى يرجع طبعا عنصر من العناصر اللي يضيف قوه للنادي الاهلي. كل التفاصيل كل الكواليس يا امير، لو في اي استفسار انا معاك. صالح جمعه حالته ايه قدامك؟ ماشي كويس في التدريبات ولا ايه؟ طمنا. يعني يعني برضه امير بخصوص صالح جمعه، انا شايف صالح ما شاء الله يعني برضه في اهتمام من مستر ريني فايلر وديفيد بيزا مع صالح جمعه. كويس. في ارتفاع من الحاله المعنويه لصالح جمعه، شايف الوزن قلل لصالح جمعه، فورمه اعتقد ان صالح جمعه هيكون واحد ايضا من الركائز اللي يبدا الجهاز الفني والنادي الاهلي يعتمد عليها، وهو عنصر وعناصر من العناصر القويه اللي تضيف للنادي الاهلي. في تركيز ايضا على الكرات العرضيه امير، شايف محمد هاني بيتالق محمود وحيد ومجموعه اللاعبين، مستر ديفيد سيزا المدرب المساعد ايضا انفرد بمجموعه اللعيب الاطراف في النادي الاهلي خاصه الباكات، لتركيز على الكرات العرضيه من وضع الحركه مش من وضع الثبات، فكلها امور يعني يا امير تبشر ان شاء الله وتقول ان شاء الله الاهلي الحاله الفنيه الحاله المعنويه سواء على النطاق الفني او النطاق التكتيك الخططي ان شاء الله الفريق الاهلي جاهز وقادر ان شاء الله في مباراه القمه واستكمال مشواره في الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله ومشواره في كل البطولات باذن الله يا امير. التقسيمه ابتدت ولا لسه؟ لا لسه لحد دلوقتي يا امير، زي ما قلت لك ان المستر ريني فايلر بيركز شويه على مجموعه الخماسي الهجومي في عمليه تنويع شويه التسديد من وضع الثبات، يعني سواء من وضع الحركه معذره مره من ناحيه اليمين مره من ناحيه الشمال، في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي المجموعه كل اللاعبين دلوقتي بتنفذ مهاره التسديد من وضع الحركه. شايف محمد محمود يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي امير، محمد محمود باليمين بالشمال، وفي نقطه مهمه جدا يا امير انا عايز الفت نظر برضه كل جماهير النادي الاهلي، مستر ريني فايلر بيحاول ان يخلي اللعيبه تقدر تلعب بكلتا القدمين وده امر مهم جدا. مركز يعني على كده يعني. نعم يا امير مركز على كده يعني مركز. انا عايز اقول لك يعني سواء المستر يعني مستر ريني فايلر دلوقتي هو اللي بيلعب الكره العرضيه لاليو تشانج بيقابل ديانج بيمينه، ناحيه الشمال برضه بيلعب مستر ديفيد سيزا، زي ما قلت بيركز مستر الجهاز الفني للنادي الاهلي ومستر ريني فايلر على ان اللعيبه تقدر تستفيد وتستغل كلتا القدمين وده امر مهم جدا جدا يا امير. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز والمميز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على تدريبات الفريق واستعداداته لمباراة نادي الزمالك، وهنفضل نتابع طبعا الاستعدادات على مدار الأسبوع اللي جاي كله بداية من يوم الأحد إن شاء الله لما يعود الفريق للتدريبات، وهنفضل نترقب هذه الاستعدادات وهنفضل ندعي بإذن الله أن النادي الأهلي يكون موفق في مباراة الزمالك، لأن هتفرق بشكل كبير جدا في المسيرة الخاصة ببطولة الدوري العام، سواء تفرق بالنسبة لك إيجابيا بإذن الله لما تكسب وسلبيا إن شاء الله بالنسبة لنادي الزمالك لما النادي الاهلي يفوز عليه باذن الله تعالى. في كل الاحوال المباراه بتبقى قويه وصعبه وفرقتين كبار جدا اهلي وزمالك، كل التوفيق للنادي الاهلي. اخيرا النهارده النادي الاهلي هيحتفل ببطوله الدوري العام، وهيتم تسليم الدرع في احتفاليه كبرى باحدى الفنادق بمنطقه الزمالك،
وهيكون في هذه الاحتفالية كل لاعبي النادي الأهلي، وتم توجيه الدعوة طبعا للجهاز الفني السابق بالتحديد مستر لاسارتي ومعاونيه طبعا الكابتن محمد يوسف كابتن طارق سليمان هيكونوا متواجدين، بالإضافة كمان أعتقد تم التوجيه كمان لمستر باتريس كارتيرون الدعوة عشان يكون موجود، لأنه زي ما حضراتكم فاكرين طبعا هو ابتدى بطولة الدوري السنة اللي فاتت مع النادي الأهلي. عاطف تحسوا إن الموضوع كان بعيد قوي، لكن بطولة الدوري قعدت سنة كاملة بتتلعب يعني، فابتدت بمستر كارتيرون بعد كده جاي مستر لاسارتي. فعموما يعني مش شرط طبعا كلهم يحضروا، الدعوة ممكن تكون اتوجهت لكن صعب ان كله يحضر في الحقيقة يعني، لكن المهم في الاخر ان اخيرا الاهلي هياخد الدرع ويحتفل بيه. لكن نتمنى يا جماعة نتمنى، وهو نداء في الحقيقة للمسؤولين عن الكرة المصرية بتحديد اتحاد الكرة، ان بعد كده ان شاء الله ايا كان مين اللي هيفوز ببطولة الدوري، ان شاء الله يكون الاهلي طبعا، لكن ايا كان مين اللي هيفوز لازم يحتفل ب الدرع في الملعب زي ما بنشوف الدنيا كلها. شفنا انجلترا السنه اللي فاتت الاخر مباراه خالص كان فرق نقطه ما بين مانشستر سيتي وليفربول، وكان في نسخه للدرع سواء النسخه الاصليه في ملعب مانشستر سيتي عشان فرصه الاكبر، والنسخه الاحتياطيه كانت في ملعب ليفربول عشان تحسبا لفوزه باللقب. فالتجهيزات كلها بتبقى قائمه ومعمول حسابها. نتمنى ان الدوري المصري يكون بهذا الشكل وهذه التجهيزات في الحقيقه ايا كان توقيت الفوز بالدوري. كسبت الدوري بدري شويه، كسبته مع نهايه اخر مباراه، فده شيء بيبقى مهم جدا في الحقيقه عشان الفريق اللي فاز يحس بطعم البطوله من خلال الاحتفال بعد اخر مباراه يتوج بيها او فيها ببطوله الدوري. نتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، والاحتفاليه دي هتبتدي بالتحديد في تمام الساعه 7 يعني بعد حوالي 40 دقيقه من دلوقتي. طيب دي كانت بعض الامور الهامه اللي تتعلق بنادينا الحبيب في بدايه الحلقه اتكلمنا فيها، لكن عايز اروح بقى اشوف اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف كالعاده النهارده كانت ايه. يلا بينا. مجله الاهلي، قرعة متوازنة لدوري الأبطال، الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم والهلال وبلاتينيوم، نادي القرن يبدأ المشوار من سوسة نهاية شهر نوفمبر. المسا، مواجهات نارية للقطبين في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يصطدم بالنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، الزمالك وقع في طريق مازيمبي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي. الأهرام، الأهلي يتسلم اليوم درع الدوري في حفل كبير، أزار مفاجأة فايلر للقمة والإدارة تجدد رفضها نغمة التأجيل. الأخبار، اتحاد الكرة يحتفل بالأهلي ويسلمه الدرع الليلة، دعوة كارتيرون ولاسارتي وكلوبالي للحفل والإدارة تتمسك بجدول الدوري. الأخبار المسائي، الأهلي يحتفل يتسلم درع الدوري ويدعو لاسارتي واللاعبين الراحلين عن الفريق ويرفض تأجيل القمة. المصري اليوم، الأهلي يرفض تأجيل القمة، فايلر يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة، أشعة جديدة للمتولي والفريق يحتفل بدرع الدوري اليوم. الوطن، الأهلي يحتفل بالدوري ويعرض على فايلر ضم حسام حسن، المدير الفني يطلب ودية متوسطة المستوى استعدادا للقمة وأشعة جديدة المتولي. مجلة الأهلي، الخبراء عن تميز أداء الأهلي مع السويسري، شخصية فايلر، روح اللاعبين، العدالة، الترس أفشة، إعادة اكتشاف أجاييه ودعم بلا حدود من الإدارة. الأهرام المسائي، الأهلي يحارب الأوهام، فايلر يحذر أزارو من الاتصالات الصينية، ومارسيلو ونيدفيد وسعد يلجؤون لشبح أوروبا. الجمهورية، هل يحل كهربا مكان رمضان؟ فايلر يعيد فتحي وأجاي والشحات للحياة. روزل يوسف، فايلر يكافئ لاعبي الأهلي براحة إضافية.
الفجر رمضان صبحي حامل لواء النسر الأحمر القادم وعاشق جماهيره، يقود الفراعنة إلى حلم الأولمبياد والبدر يعتمد عليه في تصفيات المونديال. طيب أخبار كتيرة بتتكلم عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة، وهنعلق على بعض هذه الأخبار، وبعضها بيبقى حقيقي وبعضها بيبقى اجتهادات، فهنحاول نوضح طبعا بقدر المستطاع كل ما يتعلق بهذه الأخبار. نبتدي بجريدة الأهرام، واللي قالت النهاردة إن الأهلي يتسلم اليوم درع الدوري في حفل كبير، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضرتك، وطبعا المعلومه عند حضرتك كلها، والحفله ان شاء الله النهارده الساعه 7. هي اتاخرت شويه بصراحه، مش شويه، لا اتاخرت قوي، لكن المهم ان في الاخر في حفله. اظهر مفاجاه فايلر للقمه. البعض من دلوقتي بيحاول يجتهد في تشكيل النادي الاهلي المتوقع لمباراه القمه، بس لسه بدري شويه، لسه 9 ايام عن المباراه. لكن طبقا وفي ظل سياسة مستر فايلر خلال الفترة اللي فاتت، ان دايما بنشوف مفاجآت، دايما ممكن تشكيل انت تكون متوقعه بناء على المباراة الأخيرة، وتلاقي في المباراة اللي هتتلعب دي تشكيل مغاير تماما، او على الاقل تقدير بعض العناصر اللي انت ما كنتش تتخيل ان هي تبتدي المباراة، زي ما حصل كده مع اجاييه في مباراة السوبر. اجاييه كان بره القايمة خالص في مباراة كان سبورت الاولى لمستر فايلر، فوجئنا ان هو متواجد اساسي في مباراه السوبر امام الزمالك اللي فاز بيها النادي الاهلي 3-2. فتوقع اي حاجه من مستر فايلر، ممكن تلاقي ازارو بيبتدي، ممكن تلاقي جاي برضه اللي بيبتدي، ممكن تلاقي تشكيل مقارب لاخر مباراتين، ممكن تلاقي تشكيل مغير تماما. كل ده هنشوفه يوم المباراه باذن الله. نتمنى بس يكون في توفيق باذن الله، يكون حليف النادي الأهلي في هذه المباراة. الإدارة تجدد رفضها نغمة التأجيل، يعني بيقصدهم على موضوع تأجيل مباراة القمة، وما فيش أي داعي أصلا للتأجيل، يعني عشان يكون في تفكير يعني لتأجيل هذه المباراة. فالموضوع محسوب، المباراة خلاص يوم 19 طبعا، مباراة الأهلي والزمالك السبت اللي بعد جاي بإذن الله. نروح لجريدة الأخبار. جريدة الأخبار تتكلم تقول إن اتحاد الكرة يحتفل بالأهلي ويسلمه الدرع الليله، دعوه كارتيرون ولاسارتي وكلوبالي. طبعا كلوبالي مدافع النادي الاهلي السابق، وساليف كلوبالي طبعا يعني كان لعيب مميز في خط الدفاع وساهم اكيد في البطوله دي، وتم توجيه الدعوه ليهم عشان يحضروا الحفل. والاداره تتمسك بجدول الدوري، قصدهم برضه على موضوع التاجيل، احنا قلنا مفيش تاجيل ولا حاجه، المباراه في ميعادها طبقا للي قاله اتحاد الكره المصري. نروح لخبر آخر من المصري اليوم. المصري اليوم بتقول إن الأهلي يرفض تأجيل القمة، اتكلمنا فيها، وكمان فايدر يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة، ودي الراحة اللي هتكون بكرة وبعده بإذن الله. وأيضا أشعة جديدة لمتولي، وإحنا عارفين إن متولي عنده مزق في العضلة الخلفية، فالأشعة دي هتكون الأسبوع اللي جاي إن شاء الله عشان نشوفوا درجة التئام المزق والأمور وصلت لحد فين ومدى تطورها، وإن شاء الله الأمور تبقى إيجابية بشكل كبير بالنسبة لمتولي. وكمان بيتطرقوا للاحتفالية اليوم. نروح للوطن، ودي بعض الأمور اللي بتتعلق ببعض الصفقات مثلا أو ما يخص هذا القبيل. يعني الأهلي يحتفل بالدوري ويعرض على فايلر ضم حسام حسن. الجزئية دي بالتحديد خليني أعلق عليها مع حضراتكم. حسام حسن طبعا لاعب سموحة من اللاعبين المميزين جدا، لاعب ومهاجم رائع في الحقيقة، لكن دايما دايما بيبقى فيه على طاولة لجنة التخطيط للكرة بعض الأسماء وبعض الأمور أو بعض الإمكانيات المتعلقة ببعض اللاعبين والسير الذاتية الخاصة بيهم وإمكانياتهم ومستوياتهم خلال الفترة الأخيرة بالتحديد، وبيتم عرض عدد من اللاعبين، مش بس حسام حسن، بيتم عرض عدد من اللاعبين على المدير الفني، والمدير الفني هو اللي بيختار حسام حسن موجود أو مش موجود. مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده دلوقتي خالص لأن سابق لأوان، وأنا مصمم على موضوع إن إحنا الأخبار دي سابقة لأوانها بصراحة، لأن لسه بدري على فترة الانتقالات الشتوية، ومش شرط ان مستر فايلر يكون محتاج مهاجم، مش شرط، وممكن يكون محتاج. كل الامور دي حبان مع اقتراب شهر يناير، يعني مش دلوقتي خالص.
فده بيبقى تسلسل طبيعي للامور، يعني ان بيتم عرض اكتر من لاعب طبقا لاحتياجات المدير الفني، هو بيقرر انا عايز ده مش عايز ده، كل دي الامور دي احنا عارفينها. المدير الفني يطلب وديه متوسطه المستوى استعداد للقمه، دي وديه هتكون يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، ولسه مش عارفين الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي هيكون مين، وهنعرف خلال الايام القليله القادمه. نروح لمجلة الأهلي واللي بتتكلم وخدت آراء بعض من الخبراء عن أداء النادي الأهلي تحت قيادة مستر فايلر، وكان السؤال عن أسباب تميز أداء الأهلي مع السويسري، فالبعض قال لك شخصية فايلر وروح اللاعبين والعدالة، وكمان البعض قال تواجد أفشة وإعادة اكتشاف أجاييه ودعم الإدارة. خلينا نتكلم فيها واحدة واحدة، هي كلها في الحقيقة مقاومات بتساعد بعضها وبتكمل بعضها عشان ينجح النادي الأهلي بالتحديد، أو على أقل تقدير في الفترة الأولى لمستر فايلر. منتظرين بإذن الله الاستمرارية، ودي أهم شيء. ممكن تحقق نتائج كويسة جدا في الأول، تعمل أداء رائع جدا، لكن الأصعب دايما إنك تستمر على هذه النتائج وتستمر على هذا الأداء، خصوصا في ظل المباريات والمنافسات الصعبة محليا وأفريقيا. فشخصية فايلر مميزة، روح اللاعبين ودور اللاعبين بالتحديد عايز أتكلم عليه، لأن مش سهل إن أنت تستوعب فكر مدير فني جديد في فترة زمنية قليلة، فدي بالتحديد حاجة تحسب للاعبي النادي الأهلي. عدالة مستر فايلر في اختيار اللاعبين، موضوع أن أفشة هو الترس الجديد في صفوف النادي الأهلي، وفي الحقيقة أفشة عنده ميزة مهمة جدا، وهو كيفية الربط بين خطوط الفريق، وإحنا كنا بنفتقد القصة دي خلال الفترة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت بالتحديد. فأفشة لعيب مهم، مش هو بس كل لعيبة النادي الأهلي، إعادة اكتشاف أجاييه ده شيء مهم، لأن أجاييه من اللاعبين اللي إمكانياتهم كبيرة أوي أوي أوي، وبكل تأكيد مفيش أي نجاح بيحصل بدون دعم كامل وبلا حدود زي ما هم كاتبين من إدارة النادي الأهلي. ده في الحقيقة اللي بنشوفه خلال الفترة الحالية، ومش بس الفترة الحالية، كل الفترات على مدار التاريخ دايما إدارة النادي الأهلي بتدعم بالشكل المطلوب وفي حدود الطبيعية الخاصة بالإدارة كل ما يطلبه الجهاز الفني المتواجد في أي توقيت من التوقيتات في الحياة، وده دايما دور إدارة النادي الأهلي. نروح للأهرام المسائي، وخبر مهم شوية، الأهلي يحارب الأوهام، فايلر يحذر أزارو من الاتصالات الصينية، ومارسيلو ونيدفيد وسعد يلجؤون لشبح أوروبا. هم قصدهم إيه؟ يعني إن بعض الكلام بيطلع خلال الفترة اللي فاتت إن أزارو جاي له عرض من الصين، خلينا نقول لحضراتكم من الآخر كده، أزارو ما فيش أي عرض ولا حتى شفهي جاله من الصين. يعني احنا في بعض الاحيان بنقول لكم ايه، ممكن في كلام شفوي او شفهي من خلال بعض الوكلاء وكلام من ده، لكن الحقيقه في الفتره الحاليه بخصوص ازارو ان مفيش اي عرض لا رسمي ولا شفوي ولا عن طريق اي حد من الوكلاء جه لازارو من الصين اطلاقا اصلا يعني. فبالتالي ازارو موجود يا جماعه ومكمل، وباذن الله نخلص موضوع ازارو ده لما يتالق في الملعب ويرجع ازارو بتاع اول موسم مع النادي الاهلي، وانا بعتقد وواثق جدا ان باذن الله ده هيحصل. فيما يتعلق بمارسيلو، بيقولوا ان مارسيلو جاي له عرض من فنلندا، ما فيش اي عرض جه لمارسيلو، واحنا دايما بنحب نتكلم لما بامور رسميه في الحقيقه يعني. وان كريم نيدفيد جاله عرض من فرنسا، ما فيش ايضا عروض لكريم نيدفيد، كريم مصاب اصلا الفتره دي، فطبيعي جدا ما يبقاش في اي عروض خالص ليه دلوقتي، لكن نيدفيد من اللاعبين المميزين جدا وفي حسابات الكره في النادي الاهلي وحسابات مستر فايلر ولجنه التخطيط بكل تاكيد. وبيقولوا كمان، انا بحب اوضح اللي مكتوب في المتن ونرد عليه، يعني بيقولوا ان سعد سمير في كلام من وست بروميتش البيون في انجلترا اللي بيلعب فيه احمد حجازي في الدرجه الثانيه في انجلترا، وان هو بيفكر ان هو يروح، وكلام من ده برضه كلام غير حقيقي اطلاقا اطلاقا. وسعد سمير مكمل مع النادي الاهلي، واحد العناصر المهمه جدا، سواء هو او نيدفيد او حسين السيد او كمان وليد ازارو. والكل في الحقيقه، واللي عايز اكد عليه، ان كل لاعبي النادي الاهلي وقائمه الفريق المكونه من 30 لعيب كلهم هدفهم الفترة دي ازاي ان هم يفوزوا بالدوري، والاهم واللي مركزين فيه بشكل كبير جدا بطولة دوري ابطال افريقيا، ما حدش بيفكر في عروض خالص دلوقتي. ممكن لو حد ما بيلعبش او حاجة طبيعي، اشوف انا هيجي لي ايه في يناير، بس على اقل تقدير مش في الوقت ده خالص يعني، ما حدش بيفكر في الوقت ده ان هو يمشي، لو مش عارف يمشي مفيش فترة قيد مفتوحة في اي حتة يعني. فدايما الامور بتدار بمنطقية، والتفكير كمان عند اللاعبين بيبقى بشيء من المنطقية، فما فيش الكلام ده اطلاقا.
نروح للجمهورية شوية. الجمهورية بتقول إيه؟ سؤال: هل يحل كهربا مكان رمضان؟ هم قصدهم ان رمضان صبحي هو اعاره في النادي الاهلي، وقصدهم ان في كلام على ان كهربا جه. ما تسالنيش، ما تقوليش كهربا جه ولا لا، لان احنا مش هينفع نتكلم غير باعلان رسمي من النادي الاهلي، رغم ان ممكن في بعض الاحيان كده في شويه تلميحات. اعتقد حضراتكم فاهمين القصه كويس جدا، لكن حتى هذه اللحظه واحد مثلا من جمهور النادي الاهلي، اكيد مش واحد بس كل الجمهور، يتمنى الاثنين يكونوا موجودين، اثنين دوليين ولاعيبه تقيله قوي قوي وهتفيد الفرقه بكل تاكيد. لكن رمضان لغايه دلوقتي هو مكمل مع النادي الاهلي الموسم الاعاره بتاعه، ومحدش عارف ممكن رمضان الاعاره تتجدد، ممكن يكمل ويبقى لاعب رسمي في النادي الاهلي، ممكن يكون ده بجانب تواجد كهربا. كل الكلام ده هنعرفه في شهر يناير بالتحديد كمان ان شاء الله فيما يتعلق بكهربا يعني. وان فايلر يعيد فتحي واجاييه والشحات للحياه، وفي الحقيقه الثلاثي متالق بشده مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. طيب يعني دي كانت اخبار او بعض اخبار. وبيقول ان هو مستقبل الكره المصريه يعني بشكل عام، من خلال ان هو هيقدر باذن الله يقود النادي الاهلي لتحديات مهمه قوي وتحقيق النتائج الايجابيه في هذه التحديات، وكمان فيما يتعلق بحلم الاولمبيات، وان هو باذن الله باذن الله يقود المنتخب الاولمبي اولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله هتقام الشهر القادم في مصر المؤهله للاولمبياد. وكمان ان الكابتن حسام البدري هيعتمد على رمضان صبحي لانه احد العناصر المهمه. وبالمناسبه دي تصريحات الكابتن حسام البدري نفسه ان رمضان في حساباته بشكل كبير، وما فيش حد، مش منطقي خالص ان اي مدير فني يخرج رمضان من حساباته. طبيعي جدا ان اي مدرب يكون من أساسيات اللاعبين أو من أساسيات الأسماء اللي موجودة في القائمة الخاصة به، المنتخب الأولمبي المنتخب الأول، لازم يبقى رمضان موجود بصراحة في ظل المستوى المميز جدا اللي بيقدمه مع النادي الأهلي منذ انطلاق هذا الموسم. نتمنى رمضان كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية، سواء مع الأهلي أو المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول، وهو قد كل هذه التحديات إن شاء الله بإذن الله. أخبار الأهلي في المواقع إيه؟ نشوفها. الوطن سبورت: فايلر لاعبي الاهلي الدوري اهم حاليا، لا تنشغلوا بابطال افريقيا. بوابه الاهرام: عبد الحفيظ مجموعه الاهلي متوازنه وهدفنا التتويج باللقب. في اليوم السابع: الاهلي واصل التدريب في التتش استعدادا للزمالك. الشروق: الجهاز الفني للاهلي يطمئن على حاله السوليه. الفجر الرياضي: الاهلي يجهز بديل عمرو السوليه امام الزمالك. فيتو: فحص طبي لرباعي الاهلي. في الجول: القيعي فايلر جعان بطولات واختيار المدرب ليس مسابقه ترفيهيه للجمهور. الوطن سبورت بتقول تصريح مستر فايلر وكلامه مع اللاعبين ان احنا بنركز في اللي قدامنا دلوقتي، واللي قدامنا ايه؟ مباراه الزمالك، وان احنا جاهزين لهذه المباراه ومش بنركز خالص في بطوله دوري ابطال افريقيا ونتائج القرعه. بالمناسبه هيبقى في تفكير بشكل مختلف، بمعنى ايه؟ ان انت دلوقتي مفيش ماتشات في افريقيا، مش دلوقتي، لسه شويه، شهر ونص تقريبا يعني، لكن في نفس الوقت انت بتحاول تلم اكبر كم ممكن من المعلومات على المنافسين معاك في المجموعه. ده شيء طبيعي وشغل بيبقى اداري اكتر منه فني خلال الفتره الحاليه بخصوص الفريق، وكل التفكير في مباراه الزمالك المقبله وفي مباريات الدوري بشكل عام المتتاليه ان شاء الله باذن الله. نروح لبوابه الاهرام وتصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان مجموعه الاهلي متوازنه وهدفنا التتويج باللقب، وده الهدف الاساسي دايما للنادي الاهلي وجماهيره، وده شيء مفروغ منه. المجموعه طبعا مجموعه متوازنه، انا ما بحبش دايما اتكلم في مدى قوه هذه المجموعه، سواء اي مجموعه يعني، سواء مجموعه قويه، مجموعه ضعيفه، مجموعه متوازنه، الماتشات بتختلف في الحقيقه يعني. لكن خلينا نقرب شويه من تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ ونشوف قال ايه، سواء
كابتن سيد او مسؤولي نادي الهلال او مسؤولي نادي النجم الساحلي بعض التصريحات المختلفه، وبالتحديد اهمها تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب القرعه بالامس. نروح نشوف. التصنيف معروف سواء كان الاول او ثاني او ثالث او رابع، فهذا طبيعي ان انت بتبقى عارف واحده من اربعه من كل تصنيف، يعني واحده من التصنيف الثاني من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الثالث من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الرابع من اصل اربعه. كان يهمنا بس المسميات يعني، لكن في النهايه رايي النهائي يعني في المجموعه ان هي متوازنه الى حد كبير، مقبوله الى حد كبير جدا. البطوله الاقوى على مستوى القاري، فوضع طبيعي تاخد الاهتمام الاكبر على كل المتابعين او المسؤولين في القاره يعني. لكن خلينا نتكلم بشيء من المنطق والعقل والواقعيه، يعني انت عندك لسه بدري جدا على المباراه الاولى اللي هتبقى في سوسه مع النجم الساحلي، يعني هم برضو حاطين التصنيف اول مع التصنيف الثاني في اولى المواجهات يعني، يعني اول مباراه كان هتبقى يوم 29 او 30 نوفمبر، فلسه عندي 50 يوم يعني مهم قوي ان احنا يعني ناخد هدنه شويه في التفكير. لكن عندنا مباراه دوري تاخد اولويات افريقيا في الوقت الحالي، اولويات المرحله في الوقت الحالي، وبعدين لما تيجي البطوله الافريقيه باذن الله في وقتها يعني اكيد هنستعد لها بشكل جامد. لكن كان يهمنا ان احنا نعرف نسكن بس الفرق اللي معانا عشان نبدا نحضر يعني حاجات ليهم او اشياء او مباريات تخصهم او اهم المعلومات اللي بيحتاجها المدير الفني رينيه او الجهاز الفني بشكل عام. يعني احنا طبعا حاطين قائمه افريقيه، لكن انا بتكلم كمان على ترتيب الفرق ديت او الاستعداد ليها من خلال مشاهده اكبر لعدد المباريات بالنسبه لهم، التفاصيل اللي عندهم، المعلومات اللي ممكن نلمها او نعرفها يعني. طبعا يمكن باستثناء بلاتينيوم اللي هي يعني من فتره طويله قوي ما اعتقدش ان احنا وقعنا معاها خالص يعني، ان لم تخن الذاكره ممكن مره، ممكن لكن مش كتير يعني. زيمبابوي عندك، الهلال السوداني فرقه طبعا عندها قدر كبير جدا من البطولات على مستوى السودان، النجم الساحلي ومشواره في البطولات الافريقيه، وفرقه من الفرق اللي عندها خبرات عاليه جدا في المشوار الافريقي يعني، كلها فرق من التصنيف الثاني او الثالث اللي فيها النجم الساحلي او الهلال عندهم خبرات افريقيه عاليه جدا يعني. كمان انا بقتنع جدا يعني على مستوى شخصي ان ممكن فرقه تفاجئك بحاله فرقه او مجموعه في دوري الابطال يعني. خلينا نستعد بشكل كويس وخلينا نحضر بشكل كويس، لكن في وقتها يعني على ما تيجي البطوله يبقى احنا برضو لمينا اكبر عدد او اكبر قدر من المعلومات اللي يفيد الجهاز الفني، جماهير النادي الاهلي بشكل خاص يعني. جمهور النادي الاهلي عارف يعني دوره كويس قوي قوي يعني، دي بطوله احنا بنحبها جدا وغايب عننا بقى لها فتره، اعتقد ان كل واحد في المنظومه ككل مش الجمهور بس عارف دوره، ان شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا فيها باذن الله تعالى، ونقدر ان احنا باذن الله نحرز لقب التاسع باذن الله. الاهلي المصري فريق نعرفوه ويعرفنا، كذلك الهلال السوداني فريق عربي نعرفوه ويعرفنا، بلاتينيوم ما دامه موجود في رابطه الابطال الافريقيه يعني باش يكون فريق محترم، النجم الساحلي مش تعامل بجديه مع المقابلات وهو على اتم الاستعداد لخوض دوري المجموعات ان شاء الله. الحقيقه معناها مقابلات النجم الساحلي والاهلي المصري ومقابلات اللي تجمع الفرق التونسيه والفرق المصريه ديما تكون مقابلات مشوقه، صعب التكهن بالنتيجه النهائيه للمقابلات. النجم الساحلي والنادي الاهلي يعرفوا بعضهم، صعب جدا التكهن شكون اللي معناها باش يفوز باللقاء هذا. احنا نتمناه ان شاء الله يكون المرور الاجدر، وكما قلت لك معناها النجم الساحلي على اتم الاستعداد لدور المجموعات وللتاهل ان شاء الله. نحن عندما حضرنا الى هذا الحفل وهذه المناسبه لم ناتي لكي نختار الفرق التي سنلعبها، وانما اتينا لكي نتعرف على الفرق، وهذه القرعه اتت بما هو معروف للجميع، سنلاعب فرق كبيره، ولكن نحن ايضا نقول اننا نحن كبار سنكون بين الكبار، وكما قلت فان كره القدم الان تعتمد على البذل والعطاء، ومن يقدم ويجتهد اكثر هو الذي يكسب. لنا تجارب مع النادي الاهلي الشقيق ومع النادي النجم الساحلي، التقينا في مناسبات كثيره، يعرفوننا ونعرفهم، ونحن الان في غايه السعاده اننا عدنا الى مكاننا الطبيعي، أصبحنا ضمن فرق المجموعات، والهلال ظل من الفرق المداومة على الظهور في المجموعات، اختفى لفترة قصيرة، ولكن مكمن السعادة أنه يعود الآن إلى مكانه الطبيعي كبيرا بين الكبار. نحن نحترم الأهلي، نحترم النجم الساحلي، ولكن أيضا نحن فريق له صولات، وسبق أن وصلنا إلى نهاية هذه المنافسة مرتين، سنحاول بقدر الإمكان وسنبذل كل الممكن وبعض المستحيل
حتى نكون على قدر المسؤولية، خاصة ونحن الفريق الوحيد الذي يمثل السودان الآن في الأفريقية، ونمثل سودان جديد هو سودان الحرية والسلام والعدالة، وهذه مسؤولية سنبذل ما استطعنا لكي نكون على مستواها وعلى قدرها بإذن الله. هي مواجهة فنيا ستكون مواجهة كبيرة، جماهيريا ستكون مناسبة، يعني حدث كبير، وحقيقة أنا أعتبر أن هذه أهم المواجهات التي ستحدث في دوري المجموعات. ولكن في النهاية الذي بين السودان وبين مصر أكبر من مباراة في كرة القدم، هي ستكون فرصة لتوطيد العلاقات والدفع بها قدما إلى الأمام. المجموعات متوازنة كلها قوية، الأربع مجموعات قوية، 16 فريق أقوية، 16 فريق منهم 12 فريق أخذوا البطولة قبل كده، طبعا الأهلي صاحب نصيب الأسد، أقوى دوري أبطال السنة دي، 16 فرقة أقوية، في 8 فرق عربيه، في 8 افريقيه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مجموعه النادي الاهلي صعبه، هي كمان، يعني انا بقول لك انت تتكلم كل مجموعه صعبه، تتكلم النادي الاهلي، النجم الساحلي، الهلال السوداني واخد البطوله قبل كده، النجم الساحلي واخد البطوله، الاهلي، ربنا سهل وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. الأستاذ خالد علي في الحقيقة منسق سان داونز ومحلل الأداء للفريق ده، أهلاوي جدا بصراحة، واضح جدا في تصريحاته، وكنت اتعاملت معاه قبل كده في إحدى رحلات النادي الأهلي في جنوب أفريقيا. راجل محب جدا للنادي الأهلي، بيحاول يسهل كل الأمور على النادي الأهلي في جنوب أفريقيا بالتحديد، لكن هو أكيد برضو زي ما يتمنى فوز النادي الأهلي بيتمنى فوز سان داونز، وكلنا بنتمنى إن احنا نقابل سان داونز خلال البطولة بإذن الله. تصريحات اكيد مهمه من مختلف المسؤولين، بالتحديد الكابتن سعد عبد الحفيظ اللي ركز على ان المجموعه مش سهله اطلاقا، وان التفكير في كيفيه التعامل مع كل فريق، وان المعطيات بتختلف في المباريات بشكل طبيعي، مفيش حكم على المجموعه قبل ما المباريات تبتدي زي ما اتكلمنا، وده شيء بيبقى مهم جدا. في الحقيقه المسؤولين في النادي الاهلي دايما عارفين ازاي بيتعاملوا مع كل هذه الامور. نروح لخبر آخر من جريدة الشروق، أو من موقع الشروق عفوا. الجهاز الفني للأهلي يطمئن على حالة السولية، ومستر ريني فايلر طمن على حالة عمرو السولية من خلال الاجتماع مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللي طمن مستر فايلر على حالة اللاعب وإن حالته في تحسن مستمر، وهنشوف إمكانية لحق عمرو السولية بإذن الله بمباراة الزمالك، وتواجد عمرو السولية في الحقيقة هيبقى مهم جدا في هذه المباراة. الحديث ايضا مستمر عمرو السولية بتحديد الفجر الرياضي، الاهلي يجهز بديل عمرو السولية امام الزمالك، ده تحسبا لغياب اللاعب عن المباراه. فاحنا عندنا اليو ديانج، عندنا حسام عاشور، واي حد هيكون متواجد باذن الله هيأدي الدور المطلوب منه. كلنا ثقه في كل لاعبي النادي الاهلي، مش بس عمرو السولية ولا مثلا حمدي فتحي، لا، حسام عاشور نجم كبير جدا، اليو ديانج لاعب مبشر جدا، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق اي حد هيشارك فيهم باذن الله. نروح لفيتو، موقع فيتو بيتكلم عن ايه؟ بيقول ان في فحص طبي لرباعي الاهلي اللي هم مين؟ مروان محسن و عمرو السولية ومحمود متولي وكريم ندفد، وده لتحديد بدء المرحلة الجديدة على حسب حالة كل لاعب خلال الفترة الجاية، وبالتحديد بعد الأجازة إن شاء الله اللي هتكون بكرة وبعده. طيب عايز أروح لآخر خبر من في الجول، وتصريح للمهندس عادل القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي، واكيد قيمه كبيره. كابتن عدلي بيقول فايلر جعان بطولات، وده في الحقيقه مع يعني قصده ان لسه مدرب صغير في السن، فنفسه يحقق طموحه يعمل سي في لنفسه، فدي كانت فرصه كويسه جدا بتواجده في النادي الاهلي، فبالتالي بيشتغل بشكل مميز. وقال ان اختيار المدرب ليس مسابقه ترفيهيه للجمهور، وبيبقى على حسب دراسه الاداره وحسب دراسه المسؤولين عن الكوره بالتحديد، وده السيستم المعروف او المتعارف عليه داخل القلعه الحمراء. هو وصف مستر فايلر بالمخرج الشاطر اللي بيقدر يخرج كل امكانيات الممثل، فبالتالي بيقدر يعمل عمل فني رائع، وده اللي بينطبق على النادي الاهلي خلال الست مباريات الاولى لمستر فايلر. كمان هو مش عايز يضخم قوي في امكانيات المدير الفني، وقال ان احنا لازم نراقب المباريات ونراقب الاداء بهدوء تام، ودايما اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي.
دي كانت أهم وأبرز الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في المواقع. اتكلمنا عن أخبار الأهلي في الصحف وفي المواقع، ولسه عندنا أخبار محلية وعالمية، بس أنا هتكلم في تفاصيل هذه الأخبار مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد اللؤوسي. ضيف كل خميس فقرة حوارية بتكون مهمة ومميزة جدا، ونستفيد في الحديث فيها عن كل الملفات على الساحة الرياضية المحلية وبالتحديد أخبار النادي الأهلي. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا. أستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير وضيف كل خميس من برنامج كلام في الميديا، بينورنا وشرفنا في الاستوديو كالعادة. أستاذ أوسي أهلا بك. أهلا بك يا أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بك ومنورنا دايما أستاذ أوسي. مبروك عليكم درع الدوري، يعني دوري الدوري أنا مش دوري. الأهلي خد الدوري الواحد الأربعين ده من زمان يا أستاذ أوسي. لا ما هو لسه هيتسلم النهارده، ده من ثلاث شهور واخدين، ده احنا خدنا بطولة بعديه يعني. ايوه ما هو الاهلي خد الدوري، بس تاخد الدوري دي حاجه تقليعه جديده موجوده عندنا في مصر، انك تاخد الدوري وتستلم المكافاه بتاعتك او الدرع اللي انت بتحتفل بيها بعدها بثلاث شهور. يعني تقريبا كانت اخر ماتش بالاهلي والزمالك كان كام؟ 28/7 1-0 كان المفروض الاهلي يتسلم الدرع في 28/7 يعني، وقبل كده كمان ماتش المقاولين. دلوقتي الاهلي بيتسلم الدرع في 10 اكتوبر، يعني حاجه غريبه جدا ما بتحصلش في العالم صح؟ ما بتحصلش، لا طبعا. يعني حتى انا افتكر ان في الدوري الانجليزي في الجوله الاخيره في ظل التنافس الشرس اللي كان بين ليفربول والمان سيتي كانوا عاملين 2 درع دوري، كانوا عاملين مش عارف 3 جوائز للهداف بالزبط. كل الجوائز كانت جاهزه، حتى لو متوقعين 4 أو 3 بيتنافسوا عليها فمجهزين الجوائز في كل الملاعب وكل التحضيرات يا استاذ اوسي، بحيث ان البطل ينال مكافاته واحتفاله وفرحه مع كل بالزبط. الناس في نفس اللحظه اللي هو ايه تم اسدال الستار فيها على المسابقه. جايزه الهداف بعد ما الجوله خلصت الاخيره في الدوري الانجليزي، لان محمد صلاح وساديو ماني الاثنين كانوا جايبين 22 جول في ملعب الانفيلد، واخدين كل واحد معاه حذاء ذهبي، واوباميانج نفس الكلام هناك في ملعب ارسنال بياخد حذاء ذهبي في نفس التوقيت. يعني تمام، دي مسابقات ودي المكافآت اللي بتمنح للناس، وده المفروض ده حاجات بروتوكوليه بتتعمل، وده التتويج اللي بيتعمل للبطل. المفروض البطل في اخر مباراه ان يحصل ده، بس يبدو ان فوز الاهلي يعني كان مؤثر في بعض الناس وكان صعبان عليهم ان يعملوا التتويج ده ويكملوا فرحه الاهلي، وظلت المماطله بشكل كبير جدا والتاخير بشكل كبير جدا الى ان حان وتم تحديد الليله تسليم الاهلي درع الموسم 2018/2019 في اكتوبر 2019 بعد نهايه المسابقه بثلاث شهور. ده بعد ثلاث جولات من الدوري كمان، ده بعد ثلاث جولات، وبعد الاهلي خد بطوله كمان في نص بطوله السوبر اللي هو بطوله بطل الدوري. يعني طبعا حاجه غريبه جدا. نتمنى ان يكون في نظام في الدوري المصري، لان في تاتشات في المسابقات مهمه جدا، تاتشات البدايات، التوقيتات، عدم تاجيل ماتشات على الاطلاق يرفض، التتويج البطل يكون ليه شكله ولكل مراسمه وكل ليه ترتيبات وكل خصوصيه. يعني انا ما حدش يعرف لغايه دلوقتي ما هو السر عدم تتويج الاهلي، حتى لو كان قال لك ان هم بيعملوا درع جديده، طب ما الاهلي يتوج بالدرع القديمه اللي موجوده عندك ولما تجيب الدرع الجديده وتوجع حضرتك بقى بتقول ان ممكن تعمل حفله. طب لو عايز تعمل حفله يا اتحاد الكوره، وانا طبعا بتكلم على اتحاد الكوره هو المسؤول عن هذا الامر مسؤوليه كامله، اتحاد الكوره عايز يعمل حفله ويعمل حفله تكويد، ادي البطل الرونق بتاعه والمكافاه بتاعته. احنا هنسلم الدرع القديم برضه النهارده. ها؟ النهارده هنسلم الدرع كمان، يعني مش الدرع الجديد كمان. طيب ده يعني ما حصلش اي حاجه، يعني ما حصلش اي جديد يعني. فكان الطبيعي انك تتوج الاهلي بهذا الدرع وتعطي له الدرع وتعطي له فرحته، وكل اللعيبه اللي موجوده في لعيبه في الاهلي مشيت من حقها انها كانت موجوده دلوقتي واجهزه فنيه ومدربين، كل الناس دول كانوا المفروض يبقوا موجودين ويتوجوا ويشاهدوا ثمره جهدهم وتعبهم موجوده عندهم. ما كانش في اي مبرر في الحقيقه لالغاء الاحتفاليه في الملعب بصراحه، ما كانش في اي مبرر. ما هو مبرر يعني هو ما كانش مبرر، وما ينفعش ان احنا نقول اي مبررات، يعني ما ينفعش ان احنا نجتهد نقول مبررات. بدليل الزمالك لما كسب نهائي كاس مصر احتفل في الملعب، لما كسبنا احنا السوبر على الزمالك احتفلنا بالملعب. بالظبط، كان طبيعي انك تحتفل بهذا الامر. نتمنى ان الاتحاد المصري يدرك هذا الامر، ولو كنت حضرتك عايز تعمل حفله يا اتحاد الكوره بعد ما الاهلي ياخد الدرع الدوري تعالى بقى اعمل حفله في اي وقت، وكان المفروض تبقى برضه قبل بدايه الموسم يعني. يعني الوقت كله يعني انا بعد ما انجح واحتفل وافرح في دوري هو الاطعم في مسيره النادي الاهلي ما بين ال 40 ل 41 بطوله، جاي دلوقتي خلاص ده انا بفكر في الدوري الجديد دلوقتي، ده انا متصدر القمه وبسعى للدوري ال 42 يعني. فدي الفكره يعني. اقول لك على حاجه طريفه يا استاذ اوسي،
مستر رينيه بايلر تولى مسؤوليه النادي الاهلي لموسم 2019-2020. تمام. وتوج ببطوله السوبر بتاعه موسم 2018-2019 اللي هي اصلا المفروض كانت خلصت قبل ما هو يجي، يعني حتى لما اتحط في السي في بتاعه واحد مسك النادي الاهلي سنه كذا، بس قبليها بسنه خد السوبر. سبحان الله ما تعرفش ازاي. لا حاجه غريبه يعني، حاجات بس ان شاء الله نتمنى تدارك كل هذه الامور في الحقيقه في الكره المصريه، لان ده بيبقى شيء مهم. قبل ما استفيض في الحديث معاك يا استاذ اوسي، عايز اروح اشوف ابرز العناوين والاخبار الخاصه بالجانب المحلي والجانب العالمي. يلا بينا. ضابط اخبار اليوم: الجبليه تبحث التقدم لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا. سوبر كوره: الجهاز الفني لمنتخب الفراعنه يبدا الاعداد لخطه مواجهه بوتسوانا. بوابه فيتو: غدا المنتخب يتوجه الى الاسكندريه استعدادا لمواجهه بوتسوانا. موقع الكابتن: أما متعددة لأنيسة الشعلالي في معسكر منتخب مصر. موقع كورة: مبروك البدري رجل المرحلة والقائمة الأولى كشفت خطته. الوطن سبورت: عماد النحاس: تحفظات أبعدتني عن منتخب مصر وبركات سيكون المفاجأة. اليوم السابع رسميا: نقل مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا لاستاد الإسماعيلية. الفجر الرياضي: شوقي غريب يستبعد هذا الثنائي من مباراة جنوب أفريقيا. اليوم السابع: بعثة المنتخب العسكري تصطحب الملابس الشتوية قبل السفر للصين. بث الوفد: تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إيهاب البطل الأولمبي. موقع يلا كورة: من أفضل لاعبي العالم صلاح جزء من متحف فيفا في زيورخ. سوبر كورة: الصحافة الإنجليزية تكشف تطورات إصابة محمد صلاح والمشاركة ضد مان يونايتد. موقع فيتو: أوليفر لاعب شيفيلد يونايتد صلاح من أفضل لاعبي العالم. سكاي نيوز عربية: ميسي يفتح قلبه ويكشف عن أفضل مباراة له وهدفه المفضل. البوابة سبورت: يوفنتوس يخطط لخطف بوجبا في الانتقالات الشتوية. في الجول: تقرير توتنهام يستعد لبيع إريكسون في يناير وريال مدريد سيفاوضه. الوطن سبورت: ميرور مسعود أوزيل في طريقه للرحيل عن أرسنال. وبوابة الأهرام: ميسي يستضيف طفلا مصابا بمرض نادر في برشلونة. طيب، أخبار متعددة أستاذ أوسي محليا وعالميا، وأنا كنت حابب إن احنا نستعرض هذه الأخبار عشان هناخد تعليق من حضرتك عن بعضهم، لكن عايز أبتدي بالنادي الاهلي بالطبع. اتكلمنا عن موضوع احتفاليه الدوري في البدايه، لكن عايز اخد رايك في القرعه الخاصه بدور المجموعات ودور 16 دوري ابطال افريقيا. احنا عارفين ان المجموعه الاولى فيها اول اغسطس ومازيمبي والزمالك او جنراسيون فوت حسب المباراه اللي هتتلعب يوم 24 وزيسكو يونايتد الزامبي. المجموعه الثانيه النجم الساحلي الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز والاهلي. المجموعه الثالثه اتحاد العاصمه سان داونز بترو اتلتيكو والوداد. المجموعه الرابعه الرجاء شبيه القبائل فيتا كلوب والترجي. تعليقك يا استاذ اوسي. تعليق الحقيقه ان احنا زي ما كلنا قلنا وكلنا شايفين ان دي واحده من اقوى الدور المجموعات في يمكن ال 20 سنه الاخيره، يعني لاول مره نشوف هذه القوه وهذا العدد الكبير جدا المميز من الفرق. يعني لما تبص لما تم توزيع ال 16 دوري مستوى اول وثاني وثالث ورابع تشعر ان الفارق تكاد تكون متقاربه بين المستوى الاول والمستوى الثاني، فانت امام في كل مجموعه فيها اثنين من العيال الثقيل والثالث داخل بشكل قوي، يعني مش قليل صح. يعني اقلهم يمكن المستوى الرابع الى حد ما بعض الشيء، يعني فانا شايف ان هي المجموعات كلها قويه، المجموعات كلها فيها توازن، ما اقدرش اقول ان في مجموعه يعني فيها كتير وتقيله ومجموعه فيها خف، كل مجموعه على الاقل فيها فريقين تقال جدا هما الابرز والاقرب للترشح، يعني ما لم تظهر مفاجات من الاخرين اللي
اللي هم موجودين، يعني ان احنا بنتكلم على 7 فرق من ال 16 سبق لهم ان فازوا بلقب دوري الابطال. يعني طبعا يعني اعظمهم الاهلي اللي هو واخد عبر التاريخ 8 بطولات قاريه، وان شاء الله ربنا يوفق وان شاء الله يدخل على 9 باذن الله اللي بيحاول فيها من 2013 بالظبط. الاهلي وقع في مجموعه، انا شايف ان هي مجموعه ما فيش حاجه اسمها مجموعه سهله، يعني بالعكس مجموعه صعبه ومجموعه ليست سهله، مجموعه ليست هينه طبعا. ليه مجموعه صعبه؟ هو بيواجه عندنا النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتونيوم ستارز الزيمبابوي. النجم الساحلي فريق ليه تاريخ طويل جدا وسبق ان فاز بالبطوله في 2007 وله مواجهات مهمه جدا مع النادي الاهلي، يمكن بدايه المواجهه كانت 6-2 اخر مواجهه كانت 6-2 بدايه المواجهه كانت في 2005 لما التقى في النهائي وتعادل 0-0 في مباراه الذهاب، وبعد كده الاهلي كسب 3-0 ابو تريكه وبركات وسامح حسني لو افتكر المباراه دي. تكرر النهائي ايضا في 2007 وتعادلوا برضه في سوسه 0-0، وفي النهائي المباراه التي اثير حولها جدل كبير جدا وفاز بها النجم الساحلي 3-1 الحكم المغربي عبد الرحيم العرجول لو تفتكر طبعا بادارته الكارثيه للمباراه وتغاضيه عن احتساب يعني اكثر. هو الواضح انه كان توجه ساعتها على فكره استاذ يعني ليه بقى؟ لان الاهلي كان خد بطوله 2005 وخد 2006 بالظبط، في 2007 انت كنت قريب قوي، كان ليك ضربه جزاء هناك لبركات اديته انذار ثاني واتحرم من مباراه الاياب، مباراة النهائي مع النجم الساحلي ومباراة الإياب طرد عماد النحاس وكذا قرار غريب يعني. يعني كانت حاجات غريبة، لكن النجم الساحلي رغم هذا التاريخ الكبير وهذا التاريخ القوي والمواجهات القوية معاه مع النادي الأهلي، يمكن اتقابل مع الاهلي تقريبا 10 او 11 مره، الاهلي كسب تقريبا في تساوي في الكفه بشكل كبير جدا بغض النظر عن نتيجه المباراه الاخيره اللي هي 6-2 يعني. لكن النجم الساحلي في هذه المرحله او هذه الفتره بيمر بظروف صعبه جدا، يمكن تاهله كان الى هذا الدور او دور المجموعات كان من ثقب ابره، عندما تاهل في دور ال 64 من بعض بطل بروندي يعني تعادل 0-0 وتقريبا كسب 1-0، وبعد كده في الماتش الثاني خسر من كوتوكو وشانت كوتوكو الغاني الفريق صاحب التاريخ العريق طبعا، خسر 2-0 في غانا وفاز 3-0 في سوسة، وكان في تحفظات كتير جدا على حكم المباراة طبعا رغم ان هو حكم مصري الحكم ابراهيم نور الدين، الا ان كان في كلام كتير جدا حوله ان هو يعني ساعد فريق النجم الساحلي في الوصول الى الاهداف الثلاثه يعني. لكن دعنا من كل هذا، خلينا ان النجم الساحلي فريق له تاريخ وله طبعًا اسم طبعًا. وتم اقاله مدربه البنزرتي وهو خرج من البطوله العربيه، لكن في النهايه اسم الفرق الكبيره في المواجهات الكبيره بيكون ليها ثقل وبيكون ليها تقل، ودايما الاهلي بيعطي دوافع لاي فريق بيواجهه سواء داخل مصر او خارج مصر، وخصوصا في الشمال الافريقي بيكون في اشبه بالديربي، وخصوصا بيننا وبين الفرق التونسيه بيبقى في تحفز كبير جدا للنادي الاهلي في مواجهته دايما يعني. فهتكون المواجهه صعبه، خصوصا ان هي اول مواجهه في المباريات هتبقى مع النجم الساحلي وهتبقى في سوسه يعني. فمباراه ليست سهله. الهلال السوداني من الفرق برضو اللي ليها تاريخ طويل جدا، لكن هو لم يسبق ليه الفوز بالبطوله، وسبق ان واجه الاهلي في 87 وكان الاهلي تعادلوا في السودان 0-0 والاهلي كسب 2-0 هنا في القاهره، كان هدف في هدف ذاته، وكان كابتن ايمن شوقي صاحب الهدف كان في النهائي اتلعب هنا في القاهره والاهلي كسب 2-0، وبعد كده ليه مواجهات وجولات والاهلي كسب والاهلي فاز عليه وبتاع، لكن الكره السودانيه الان تواجه صعوبات كبيره جدا في ظل الاجواء وعدم الاستقرار اللي موجود في البلاد، والخوف من الملعب ومن التامين ومن الحاجات دي كلها، دي المشكله يعني، ومن الاضاءه دي. هو يقال ان ممكن مباراه تتلعب اصلا مباراه السودان تتلعب في مصر، يا ريت يعني تلعب في مصر في دوله ثانيه يعني. اعتقد ان ده هيكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي يعني. لكن فريق يعني لا يستهان به، الفريق اللي هو في المستوى الرابع والاخير ولا هو يعني اللي ملوش تاخير وملوش تاريخ كبير يعني، فريق بلاتونيوم ستارز الزيمبابوي، يمكن اكبر حاجه عملها ان هو كسب الدوري الزيمبابوي واللي وصله لدوري الابطال وقدر يتاهل وقدر يوصل، لكن في النهايه لا تستهين باي قوه جديده انت ما تعرفهاش، واي قوه صاعده دايما بيكون لهم مفاجات، دايما بيكون لهم طموح، زي ما شفنا حتى في الدوري المصري فريق بيلعب في الدوري المصري اللي هو فريق اف سي مصر اللي هو رقم 69 في الدوري الممتاز، يعني رقم 69 يعني الفريق رقم 69 اللي بيشارك عبر تاريخات الدوري الممتاز، وهو اول مره يتاهل ودي ثالث مباراه يلعبها في تاريخه في الدوري الممتاز، ولم يسجل اي هدف في المسابقه اصلا قبل مواجهه الزمالك، الكل كان يتوقع فوزا كاسحا للزمالك ومباراه سهله، والمدرب استهان واراح عدد كبير جدا من اللاعبين، وكانت المفاجاه ان فريق اف سي مصر كان قاب قوسين او ادنى من الفوز. ده درس لكل الناس ودرس لكل الفرق الكبيره، الا تستهين باي منافس والا ان هناك مباراه سهله وحقق مكسبك وقول بعد كده المباراه. فالمباراه اعتقد ان هي
هتكون قويه وهتكون شرسه بالنسبه للنادي الاهلي في طيب الجميل. ترتيب المباريات بتشوفه ازاي؟ هل الترتيب مناسب يساعد الفريق ولا الترتيب مدي صعوبه اكبر للمجموعه؟ يعني احنا عندنا اول مباراه هناك في سوسه مع النجم الساحلي بعد كده تقابل الهلال في مصر وبعد كده تقابل بلاتينيوم في مصر وبعد كده تخرج البلاتينيوم وكمل. انت لو لاحظت الترتيب اللي موجود بيه الماتشات ده ليه علاقه بالترتيب اللي كان في نهايه كاس الامم الافريقيه لو تفتكر. يعني حتى في المجموعات اللي كانت معموله كنت يعني خلوا الاحتكاك والصدام في اول جوله بين المستوى الاول والمستوى الثاني مباشره وخلوا المستوى الثالث والرابع يلعبوا مع بعض علشان يدوا فرصه للثالث والرابع ان يكون ليهم امل في نفسه ويخلوا الموضوع يبقى فيه قوي. تشعر ان هناك شيء موجه وان في ترتيب لهذا الامر. طبعا هو ما فيش ضغط، انت في النهايه هتلعب كل الفرق يعني طبعاً. بس ما يعني لو خلوا الاهلي والنجم الساحلي يقابلوا الهلال وبلاتونيوم في اول جولتين يخلصوا عليهم كل واحد خلاص دول انتهى امالهم في المسابقه والمجموعه خلصت والقصه انتهت. هم عايزين يدوا اثاره اكبر يعني، فهيدوا اثاره الاكبر لاخر جوله في البطوله. فده في ده توزيع وده فكر كويس يعني. لكن ترتيب المباريات طبعا ان تبدا بالاقوى فطبعا يعني بقدر ما له من صعوبات انك بدأ مباراه صعبه وما تعرفش نتيجتها ايه بقدر ما ان ميزه قويه جدا ان لما ربنا يكرمك وتحقق نتيجه مع اقوى فريق خارج ملعبه اعتقد ان ده هيكون هدف طبعاً الاهلي طبعاً. القادم ده يكون مفتاح انك انت تحسم مبكر يعني وتسهل الامور. لو كسبت النجم هناك في سوسه انت كده باذن الله صعدت يعني، الموضوع هيبقى نسبه كبيره جدا قطعت الشوط. مع برضه مش عايزين نقول كده برضه أيوة امير، لكن بس فوز خارج ملعبك على اقوى فريق معاك في المجموعات طبعا حاجه طبعاً كويسه يعني جدا. طبعا حاجه كويسه طبعا البدايه طبعا يعني يعني دي تبقى حاجه مهمه جدا يعني طيب بقيه المجاميع تقييمك ليهم ايه؟ اقوى مجموعه من وجهه نظرك؟ لا يعني يعني انت مسكت المجموعه الاولى هتلاقي فيها طبعا مازيمبيق فريق يعني عريق وفريق طبعًا له طبعًا. تاريخ كبير جدا وفريق فاز باللقب اكثر من مره ومعاه الزمالك برضو من الفرق العريقه في افريقيا 5 ألقاب وعندك اول اغسطس برضو فريق تقيل مش فريق سهل ويمكن اقلهم زيسكو يونايتد الذنبي في الموضوع. فبرضو مجموعه هتلاقي فيها مواجهات صعبه جدا بين مازيمبي وبين الزمالك طبعا ده اذا الزمالك نجح في تخطي عقبه جينيراسيون فوت السنغالي في المباراه اللي هتتلعب يوم 24 ما لم يعني الزمالك ما لم يوفق هتكون دي اسهل مجموعه. ليه اسهل مجموعه؟ لان هيكون عندك جينيراسيون ده اصلا تصنيف رابع هو تصنيف رابع هيبقى تصنيف تاني فعندك 2 من التصنيف الرابع موجودين في البطوله فهتبقى الامور سهله جدا البتاع. في حاله وجودها اتوقع ان مازيمبي والزمالك حال تاهله انه يبقى هم الاقوى للتاهل يعني مجموعه الاهلي اعتقد ان الاهلي والنجم الساحلي هم الاقرب للوصول ان شاء الله. المجموعه الثالثه مجموعه من المجموعات الحقيقه مجموعه قويه يعني فيها سان داونز من الفرق القويه كالعاده مع الوداد ومعاها الوداد من الفرق اللي فازت باللقب بترو اتلتيكو من الفرق القويه اللي دايما ليها مناوشات في الادوار الاولى وعندك اتحاد العاصمه الجزائري يعني مجموعه فيها قويه جدا من المجموعات القويه. هترجع للمجموعه الرابعه عندك الرجاء وشبيبه القبائل وفيتا كلوب والترجي برضو عندك فيها 3 فرق عربيه بيبقى فيهم صدام كبير جدا أكيد. فيها المغرب والجزائر وتونس ودول بيبقى بينهم منافسه شرسه جدا يعني فزي ما قلنا ان كل مباريات متكافئه كل مباريات قويه وده يخلي دوري الابطال الافريقي دوري قوي ده مهم جدا جدا في المرحله المقبله يعني. طيب ده فيما يتعلق بمجموعات دوري ابطال افريقيا والاهم بالنسبه لنا طبعا مجموعه النادي الاهلي وترقب كبير ان شاء الله باذن الله لهذه المباريات في مختلف المجموعات واحنا بنترقب بالتحديد مجموعه النادي الاهلي باذن الله نكون موفقين ويتم الصعود من خلالها والمنافسه بكل قوه على اللقب المنتظر لجمهور النادي الاهلي. ده فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن في المقابل كان في تصريح لمستر فايلر نزل على الموقع الرسمي ان هو اتكلم مع اللاعبين وان احنا مركزين دلوقتي في مباراه الزمالك والبطوله المحليه بطوله الدوري. بتشوف التصريح ده ازاي ومدى اهميه مباراه الزمالك من وجهه نظرك؟ لا طبعا اهميه مباراه الزمالك طبعا يعني مباراه في غايه الاهميه والكل يعلم هذا جيدا. مؤكد ان مستر فايلر يعلم هذا لا سيما بعد ما لاحظ رد الفعل بعد المباراه الاولى اللي له قدام الزمالك كانت في السوبر وقدر يقدم مباراه كبيره جدا ويسجل 3 أهداف جميله وملعوبه ويقدم يعني تقريبا اكثر من 70% من المباراه بشكل رائع وشكل مميز. واثق جدا ان المباراه دي مهمه جدا زي ما كان مباراه السوبر يعني مفتاح ليه يدخل قلوب جماهير الاهلي. اعتقد ان الناس منتظره منه تاكيد لهذا الاداء وهذا العرض. شايفين الاهلي ماشي بشكل قوي وشكل منظم فهو عنده الراجل دايما
حريص على ان الاهلي يسير في هذا الطريق، بدليل انه حتى بعد ما كسب اسوان 5 وفي ظروف صعبه وحر وسفر، وكان متفق على انه هيمنح اللاعبين راحه، فشاهد وجود بعض الاخطاء رغم الخماسيه. سويسرا ياخد اجازه. رغم الخماسيه، فهو يلغي سفره ويلغي اجازه الفريق ويجي ويقعد بالزبط. ويصلح ويعمل. اذا راجل بيركز في التفاصيل وفي الدقه ومش بيغتر بالنتيجه او بيبص للنتيجه او مجرد ان احنا كسبنا النهارده يا اولاد خلاص بقى الحمد لله ربنا يكرمنا وخلاص الليله كده بقت زي الفل وتمام، مفيش الكلام ده. فواضح ان هو راجل جد ومنسق جدا وبيصر على تصحيح الاخطاء اول باول، ويصر حتى على ان توضيح ده للعيبه، يعني حتى ده كان نوع من العقوبه بالنسبه للعيبه، كل لاعب كان مرتب نفسه انه ياخد 48 ساعه اجازه، فاذا يفاجئ بيه راجع من اسوان وبكره عندك تمرين، فكانت عمليه مهمه جدا. وقال ان هو ضايق قوي من الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي في مباراه اسوان، يعني انت متخيل لما تبقى جايب 5 وتخش في الجون خلاص تبقى عادي جدا يعني، لكن طبعا لما تعديش يعني هو ما بيبصش للخمسه بقدر ما بيبص ازاي هدف زي بالطريقه دي يدخل فيك، لان ممكن في مباريات ثانيه تكون في صعب ان يجي لك يجي في هدف او تكون جايب هدف بس، فلما يجي فيك هدف بالطريقه دي الكلام ده مرفوض جدا، وده مهم جدا بالنسبه الفريق كبير بالنسبه للنادي الاهلي. الحقيقه الراجل ده يعني فلسفه جديده وفكر جديد بيزرعه جوه النادي الاهلي، واعتقد ان فلسفه يعني فايلر احنا مش عايزين نتكلم مبكرا او نضخم في الامور طبعا. زي ما البعض بيقول لك يعني ما حدش يتكلم قوي لسه ما اختبرش، لا لا هو اختبر الراجل بقاله 6 مباريات فظهرت فكره، احنا كنا بنتكلم على المدرب عشان تتكلم عنه 6-7 مباريات لما نوصل المباراه السادسه وهو ماشي بخطى ثابته وخطى بيتقدم مباراه لمباراه، اذا هناك شيء ما يحدث، هناك تغيير موجود جذري في الفكر الكروي بالنسبه للنادي الاهلي صح. وفي الاداء التكتيكي والاداء الخططي والمستوى والتحركات والتحركات بدون كره والمراكز والمواقع واماكن اللعيبه وعمليه الروتيشن اللي عملها في الفريق بشكل كبير جدا، التدوير المستمر بين اللعيبه لدرجه ان اصبح عندك تقريبا كل فرقه الاهلي جاهزه، واي حد يلعب انت ما عندكش مشكله، واي حد يغيب لاي سبب لا قدر الله سواء كان يعني سبب فني او سبب قهري ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. اعتقد ان الراجل بيشير بشكل كويس جدا، فالامور ماشيه معاه بشكل جيد ونتمنى ليه التوفيق. وطبعا ماتش الزمالك يعني ماتش غير ان هو 3 نقاط في الدوري ومهمين انك تحافظ وتستمر وتقتنص العلامه الكامله، فهو بيمثل بطوله خاصه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يعني تكاد تقترب. طبعا يعني انا مش هقول ان الفوز على الزمالك يساوي بطوله، لكن هو بالنسبه بيساوي بطوله معنويه بالنسبه للجماهير وبتاع، يعني بيبقى فيها نوع من البهجه الكبيره جدا لجماهير الاهلي او جمهور الزمالك، يعني اي منهما يتمنى الفوز على الاخر باي شكل من الاشكال يعني. لكن انا اتمنى في هذه المباراه ان لا يتم التصعيد فيها، لا يتم اخذها في مناح سأري او تنافسي غير لائق، دي في النهايه مباراه في كره القدم لا تساوي الا 3 نقاط في الدوري صح. يعني حتى لا يكسبها مش معناه ان كسب الدوري، يعني كسبت جوله معنويه، كسبت 3 وانتم كويسين ما فيش مشكله خالص، بتعطل المنافس كمان، بتعطل المنافس بتاعك المنافس المباشر. المباريات دي في بتبقى مهمه جدا انها بتساوي 6 نقاط زي ما بيقولوا. نتمنى ان هي تشار، وكنا نتمنى ان هي تقام بجمهور، لكن ما قالنا حتى الان انها ستقام بلا جمهور يعني فين في برج عرب ولا سكر الله اعلم لسه يعني. بس طبعا في الغالب في برج العرب يعني يعني بنسبه 99% وثلاث تسعات في برج العرب زي ما بتلعب كل مره يعني. في ميعادها في ميعادها في ميعادها طبعا، وايه اللي هيمنعني تقام في ميعادها يعني؟ لا كان فيها قويه يعني، لا ضحك من هذه الشبوره التي اثيرت بعد من قبل نادي الزمالك بعد مباراه اعاده مباراه جينيراسيون فوت. انا شايف ان هي كانت حاجه غير منطقيه على الاطلاق وحاجه ليس لها ما يبررها على الاطلاق، كل هدف اثارة زوبعه حول هذا الامر. طبعا الاهلي يعني من غير ما حد يتكلم ومن غير ما حد يقول الاهلي رافض، مؤكد ان الاهلي اكيد هيرفض هذا، لان لو الزمالك مثلا لو الاتحاد الافريقي كان قرر ان المباراه تلعب يوم 20 يوم 21 كان الاهلي قبل اتحاد الكوره سيبادر بترحيبه بتاجيل مباراه لمدافعه نادي الزمالك. لكن انت بتتكلم في 5 ايام قبل المباراه من 19 ل 24، ده حتى الفارق الزمني ما بين المباراتين تجاوز الفارق الذي حدده اتحاد الكوره، يعني لما فريق يلعب هنا في مصر يبقى فيه 3 ايام، لما تطلع بره 4 ايام، اما ان الزمالك هيلعب هنا في مصر يوم 5 ايام فقدامك 5 ايام كاملين ما عندكش اي مشكله تقدر تستعد وتقدر تخش وتقدر بتاع. وطبعا يعني اتحاد الكره يعني نفى هذا الامر تماما وتمسك، وده بدايه النجاح للمسابقه، ما فيش تاجيل لا للاهلي ولا للزمالك الا طبقا لما اتفق عليه في بدايه الموسم بالظبط.
عندك مباراه قاريه جوه مصر ليك 3 ايام قبلها، عندك مباراه خارج مصر ليك 4 ايام قبلها واربع ايام قبلها. هذا امر منتهي، وهذا امر يحافظ على استقرار المسابقه، يحافظ على ان احنا يبقى عندنا كره قدم جيده وكره قدم منتظمه، لان بدون انتظام مسابقه الدوري المحلي هيبقى موسم مكرر، هيكون موسم مكرر، وهنعرض نفس الاخطاء اللي احنا بنتعرض ليها، واحنا نفسنا خلاص بقى هنمل من التاجيل ونمل من الحاجات طبعًا دي كلها. طبعًا. يعني ده شيء مهم جدا، غياب بعض العناصر عن هذه المباراة، الغياب المتوقع مثلا عمرو سولية لمحمود متولي، بتشوف ان ده ممكن يؤثر على النادي الاهلي ولا في ظل سياسة مستر فايلر ما فيش تأثير؟ زي ما قلت لك طبعا انت بتتكلم في عنصرين مهمين جدا من عناصر النادي الاهلي طبعا، ومش من عناصر يعني، وخصوصا عمرو سولية بات عنصرا مهما ومؤثرا مع المنتخب، ويمكن كابتن حسام البدري ضمه قبل ان يتعرض للاصابه، وفي توجهه انه يعتمد على عمرو السولية كلاعب اساسي هو وحمدي فتحي. يعني دلوقتي شايف ان الديفندرين بتوع المنتخب هيبقوا من النادي الاهلي، طبعا معاهم كابتن طارق حامد من الناس القويه والناس المميزه اللي له تقدير ولا احترامه، وده هيسر المكان يعني، لما يكون عندك عمرو السولية وحمدي فتحي وطارق حامد ثلاث ديفندرات والنني طبعا موجود معاهم، يعني فده يعني حاجه مهمه جدا انك عندك وفره في هذا المنتخب. خلينا في النادي الاهلي، ان السوريه لاعب لا غنى عنه مع فريق النادي الاهلي، وده في بيراميدز كمان دونجا بالظبط يعني، لا في نماذج كتيره جدا يعني، بس انا بتكلم على الابرز اللي موجود يعني. عمرو السولية يعني خلاص اصبح من الاعمده الاساسيه اللي موجوده في تشكيله الاهلي، حتى في عمليه التدوير اللي بيجريها مستر فايلر لم يتم الاستغناء عن عمرو السولية، موجود يعني في 3-4 كده في فريق الاهلي دول يعني موجودين بلا اي تغيير الا للضروره القصوى يعني، فطبعا وجوده طبعا هيفرق كتير جدا. ممكن اخر خبر النهارده ان في امل كبير جدا ان هو ومحمود متولي يكونوا جاهزين قبل مباراه القمه ان شاء الله، ان شاء الله قبل يوم 19، لكن لو لم يكن جاهزا لهذا فلا توجد اي مشكله خالص في الامر، لان عندك اكثر من لاعب جاهز، عندك اليوديانج لما شفناه وظهر اول مره مع النادي الاهلي اعتقد كان ظهوره قوي ومميز ورائع، اعتقد المستوى العالي بتاع حمدي فتحي يقدر يعوض ده كتير جدا، عندك طبعا كابتن المسمار حسام عاشور موجود وجاهز للعب في اي وقت، فما اعتقدش ان في مشكله خالص يعني في هذا الامر. وكذا خط الدفاع شفنا حتى لما غاب متولي وياسر ابراهيم في مباراه واحده اللي كانت مباراه الزمالك، يعني عندك رامي ربيع، عندك كمان اشرف موجودين بشكل قوي جدا بالظبط يعني. تتوقع ان يبقى في مفاجاه في تشكيل النادي الاهلي في المباراه دي يا استاذ يوسف؟ والله فايلر ده ما تقدرش تتوقع معاه اي حاجه خالص يعني، ممكن يعمل لك مفاجاه، ممكن ما يعملكش مفاجاه، ممكن كل يتوقع ان في مفاجاه وينزل لك بنفس التشكيل اللي كان الاخير، ممكن يغير لك في التشكيل بشكل كبير جدا، ما فيش يعني الراجل يعني اصبح دلوقتي زئبقي، صعب جدا انك انت يعني تقدر تعرف تعرفه او تسيطر عليه او تقدر يعني تعرف توجهه ايه يعني. يعني الناس كلها شافت واتفرجت لكن ما حدش يعرفه هيلعبك ازاي، صح، هيحط لك مين قدام، مين اللي هو هيبقى مهاجم صريح، هل هيلعب مهاجم صريح ولا هيلعب مهاجم وهم، مين الاطراف الموجودين، هل الشحات ورمضان صبحي وقفشه هيبقوا موجودين ولا هيدخل عناصر جديده ويشيل حد ويعمل حد، هل هيدخل صلاح محسن ولا يدخل اجيال، يدخل اجري، لا يعني في حاجات كتيره جدا الراجل ممكن يعملها وعنده طرق بديله جدا، وده شيء مهم جدا بالنسبه لاي مدرب، واي مدرب عالمي عنده فكر وعنده رؤيه ان يقدر طول الوقت يبقى عنده خطط بديله وعنده تكتيكات وعنده افكار وعنده رؤى مختلفه يقدر يفاجئ بها المنافس اللي بيواجهه، زي ما حصل مع الزمالك في المواجهه الاولى يعني. فما اقدرش اقول لك ان انا اتوقع ومحدش يقدر يتوقع، وحتى اي حد تابع كل الماتشات اللي لعبها فايلر 6 ماتشات ما اقدرش يتوقع، لان كل ما توقعنا تشكيل في مباراه هو يعني خاب ظننا فيه يعني. اهميه المباراه الوديه من وجهه نظرك يوم الاثنين ان شاء الله؟ طبعا مهم جدا انك انت بجانب التدريبات القويه انك يكون عندك مباراه حتى لو مباراه وديه، لان المباراه تختلف وبتكون اقوى واشد من التدريب بشكل كبير جدا. المباراه الوديه بتحافظ لك على لياقه المباريات، المباراه الوديه بتكون تجربه قويه جدا وتجربه مهمه جدا انك انت تجرب في ما حفظته للعيبه في المباريات والافكار اللي انت بتعملها والتدريبات اللي انت بتعملها، هل نفذت هذه الاشياء يعني. وذاك حتى في الغالب في المباريات الوديه بيختار فرقه يعني ممكن تكون بعيده عنه في المستوى، مش الهدف ان انا جايب فرقه عشان اكسبها، لا خالص، الهدف ان انا جاي عايز اشوف اللي انا عملته في التدريبات ده والخطط اللي انا عملتها والافكار اللي انا حطيتها والتكتيك اللي انا وضعته والمهام اللي انا عملتها كل واحد والتطوير اللي انا عملته في اداء كل واحد. هو طالب مباراه قويه على فكره مثلا يعني ايا كانت المباراه يعني،
هل ده هيقدروا ينفذوه؟ طبعا كل ما كانت الفرق قويه قدامك وفرقه الاعلاميين من المستوى الثاني في مصر يعني هي في دوري القسم الثاني يعني فممكن الاعلاميين لسه ما تمش الاعلام بشكل رسمي اعتقد يعني في انباء ترددت على ان الاعلاميين ايا كان يعني الاعلاميين او غيره يعني لكن في النهايه بتبقى فرقه من القسم الثاني بشكل كبير يعني ففي النهايه هو بيجرب خططه ويجرب افكاره ويختبر عناصره وعنده لعيبه ممكن عايز يشوفها اكتر ويطمئن عليها فده مهم جدا طبعا مباراه زي كده يعني. طيب عايز اروح بقى لبعض الملفات الاخرى وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول وقبل ما اتكلم عن المنتخب الوطني يا استاذ اوسي اتحاد الكرة من بوابة أخبار اليوم النهارده بيقول لك إن الجبلية تبحث التقدم لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وإحنا عارفين إن النسخة دي هتكون أول نسخة تتلعب فيها النهائي من مباراة واحدة يتم تحديد الملعب لاحقا من خلال بعض الشروط اللي يجب توافرها سواء خطاب حكومي وأمني وبساعة الإستاد والمدرجات وكل هذه الأمور شايف إن دي خطوة هتكون مهمة بالتحديد في حالة وصول النادي الأهلي لنهائي البطولة بإذن الله طبعا طبعا يعني اولا دي خطوه مهمه جدا بتطبق في افريقيا لاول مره على غرار الدوري الابطال الاوروبي او اليوروبا ليج فده مهم جدا دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج فده مهم جدا لان في النهايه انت بتلعب مباراه واحده في مكان مهم جدا وده هيعفيك منك انت لو في فرق تروح تلعب في اماكن مش ممهده صعوبات جماهيريه بتاع المؤكد ان الكاف لما هيختار مكان يختار مكان يعني يرضي جميع الاطراف ومكان يخلي البطولة في مستوى عالي جدا ويعليها يعني واعتقد ان دول الشمال الافريقي في الغالب تكون اقرب الى هذا او لو اي دولة افريقية يعني عندها قدرات زي جنوب افريقيا مثلا يعني فمش هيتم اختيار يعني زي ما هو بيختار بطولات تنظم البطولات القارية اكيد هيركز في اختيار الدولة اللي هتختار او تستضيف نهائي دوري الابطال الافريقي لانها يكون مناسبة يعني ليست قارية بل عليها اضواء عالمية علشان نشوف التجربة يعني فده مهم جدا طبعا ومن الحاجات دي كويسة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ومهمة جدا اكيد ان شاء الله الاهلي يكون طرف فيها باذن الله يعني لو مصر تقدمت وبعد كده الاهلي قدر يوصل للنهاية اعتقد تبقى حاجه جميله جدا وحاجه عظيمه جدا انك انت توصل النهائي وبتلعب على ارضك ومهم جدا ان يتحدد من بدري علشان ما يبقاش في اي كلام يعني يعني المفروض يعني في اسرع وقت ممكن معلن ان القاهره ستستضيف او استاد القاهره او استاد برج العرب ستستضيف نهائي دوري الابطال مثلا او استاد محمد الخامس في المغرب او في جنوب افريقيا او في دول ايا كان الملعب بس يعني بس تبقى الامور واضحه مبكرا يعني بالنسبه لنا يعني نروح لمنتخب مصر الجهاز الفني ده من سوبر كوره الفراعنه يبدا الاعداد لخطه مواجهه بوتسوانا وبيقولوا ان هيتم الدفع بعض الوجوه الجديده زي رجب بكار محمد حمدي الباك ليفت بتاع بيراميدز افشا حمدي فتحي الشحات عمر السعيد بتشوف مدى اهميه مباراه بوتسوانا الوديه بالتحديد في ظل قياده فنيه جديده تحت قياده الكابتن حسام بدر طبعا الكابتن حسام اختار مجموعه مميزه من اللاعبين اختار يعني كل المجموعه اللي تقريبا اللي كلنا متفقين عليها واللي الناس كلها متابعاها يعني في النهايه انت احنا كمتابعين او الجمهور او الناس بيشايفين مستويات اللعيبه يمكن لما مستر خفير اجري في كاس الامم الافريقيه واختار وترك بعض العناصر المهمه جدا 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 وما خدهاش كل الناس كانت بتقول ليه ما خدهاش لكن في النهايه احنا بنلتزم بقرار المدير الفني لان هو المسؤول عن النتائج في الاخر يعني يعني حتى الاخطاء اللي في الاختيار تم تصحيحها في اختيارات الكابتن حسام البدري سواء بالاعتماد على ضم عبد الله الجمعه هو لاعب مميز في الناحيه الشمال ولاعب ناحيه فيها مشاكل كتير جدا محتاجين لاعب بقوته ومهارته تم ضم عمرو السليه ربنا يشفيه ان شاء الله وبسبب الاصابه اعتماد بدرجه كبيره جدا على رمضان صبحي وانه من القوام الاساسي للمنتخب رغم تواجده مع المنتخب الاولمبي مجموعه كلها مهمه مع دمجها مع مجموعه المحترفين اعتقد المباراه هتكون مهمه جدا للكابتن حسام كاول مره علشان نبدا نشوف ايه مش هنقول ان احنا هنحكم على الكابتن حسام من اول مباراه لا لكن اعتقد الكابتن حسام ليه فكره وليه رؤيته اللي هيقدر يفرضه مبكرا على اللاعبين واللي يقدر يلعب بيه واللي يقدر يطور بيه اداء المنتخب المصري ويحقق بيه الاهداف المطلوبه اعتقد ان مباراه بوتسوانا قريبه من المباريات اللي احنا مقبلين عليها اللي هي كينيا وجزر القمر اللي موجوده في التصفيات المؤهله لامم افريقيا يعني فاعتقد انها تكون تجربه مفيده جدا وتجربه مهمه للكابتن حسام وللمنتخب بشكل عام اللي ما بيلعبش اي مباراه منذ نهايه امم افريقيا يعني طبعا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونتمنى للكابتن حسام بدري واللاعبي منتخب مصر كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه بالتالي ايضا المنتخب الاولمبي بيستعد لمباراتين وديتين يوم 11 ويوم 13 يعني بكره ويوم الاحد
امام جنوب افريقيا، ودي اخر استعدادات واخر بروفا للمنتخب الاولمبي قبل بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عاما في مصر المؤهله للاولمبياد. تمام، يعني بتشوف الاستعدادات دي ومدى اهميه المباراتين امام جنوب افريقيا. دي طبعا زي ما حضرتك قلت ان مباراتين في غايه الاهميه للمنتخب، وده المنتخب الاهم بالنسبه لنا دلوقتي لانه داخل على حدث مهم جدا، وهو بطوله افريقيا للشباب اللي هيتاهل منها افضل ثلاثه لنهائيات او الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله. فاملنا كبير جدا ان احنا نوفق في الوصول للالعاب الاولمبيه، لان يعني شيء مهم جدا ان تتواجد وتلعب في هذا المحفل الرياضي، اكبر تجمع رياضي على مستوى العالم هو الالعاب الاولمبيه، فان شاء الله تكون مباراتين. مختار جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا بالمناسبه موجود بس في المجموعه الثانيه اللي موجوده في النهائيات. منتخب جنوب افريقيا منتخب جيد، يعني اعتقد جنوب افريقيا من الفرق اللي بتقدم كره جيده طبعا. واعتقد ان شاء الله تكون تجربه مهمه جدا. يمكن كابتن شوقي غريب قرر عدم اذاعه المباراه الاولى لجنوب افريقيا ده بشكل نهائي. يعني هو بيقول لاسباب فنيه، يعني ربما يكون هيجرب شيء ما، خطط معينه او اداء معين، فمش عايز المنافس يعرفه. لكن المباراه الثانيه قرر ان هو هتكون مذاعه، لان تكون مش ممكن ما يكونش برضه هيطبق فيها الحاجات اللي هو عايز يحتفظ بيها لنفسه في البطوله. يعني كل التوفيق لهذا المنتخب، انا شايفه منتخب قوي، منتخب مهم. عناصر كويسه، انت عندك العناصر دي، عناصر المنتخب الاول. صح. مش هقول لك عناصر بتلعب اساسي في الاهلي والزمالك، ده عناصر منتخب مصر الاول، وعناصر من العيار الثقيل. يعني يعني بتكلم على رمضان صبحي، لما اتكلم على مصطفى محمد في الزمالك، لما اتكلم عن صلاح محسن، اتكلم عن ناصر ماهر، لما اتكلم عدد كبير جدا، عمار حمدي، عوده محمد محمود وكريم نيدفيد هتبقى اضافه. اللهم صل على النبي. يعني انت بتتكلم عن مجموعه من المواهب، دول منتخب مصر اول، يعني مش منتخب مصر الاولمبي، ودول مستقبل الحقيقه، مستقبل الكره المصريه. فيا رب نتمنى لهم التوفيق، ويا رب ان شاء الله كابتن شوقي غريب ينجح في تحقيق ما فشلنا فيه على مدار دوراتنا عديده على مدار طوال السنوات الماضيه. دي صور قدامنا من تجهيزات الحفله الخاصه بتسليم درع الدوري للنادي الاهلي، واللي هتنطلق او تقريبا انطلقت منذ لحظات، وإن شاء الله تكون حفلة مهمة وتليق باسم وبطولة كانت صعبة جدا، البطولة اللي فاز بها النادي الأهلي بطولة الدوري، رغم أن توقيتها بعيد شوية، لكن مهم أن في الآخر في حفلة وفي تجهيزات وفي درع هيستلمه النادي الأهلي، وأكيد الاستعدادات بتبقى قوية جدا لحفلة كبيرة جدا جدا لتسليم النادي الأهلي درع بطولة الدوري رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. كنا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي والمباراة الأولى بالتحديد يا أستاذ أوسي، هيغيب طاهر محمد طاهر وهيغيب أكرم توفيق لعدم الجاهزية، وبإذن الله هيكونوا متواجدين في المباراة الثانية، ودول طبعا من ضمن العناصر اللي هتكون إضافة قوية جدا جدا للمنتخب الأولمبي، ونتمنى لهم كل التوفيق بشكل عام خلال الفترة الجاية. من ضمن الاخبار اللي معانا استاذ اوسي ايضا فيما يتعلق بموضوع محمد ايهاب واعتزاله. انا لسه كنت هقول لك على هذا بطل العالم في رفع الاثقال، وان هو اجتمع مع الوزير، والوزير قدر ان هو يخليه يعدل عن قراره. يعني ده من الاخبار المهمه اللي كان نفسي نتكلم فيها، ورغم اقربنا من نهايه الحلقه، لكن الحقيقه الواحد حزين جدا على رياضه رفع الاثقال بشكل عام. رياضه دمرت، ويعني تقريبا اسدل عليها الستار لمده 4 سنوات قادمه، بل لسنوات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم لوحده امتى، لان تم انهاء لعبه رفع الاثقال تماما في مصر خلاص. المنتخب الاول اتسرح، المنتخب الناشئين اتسرحوا، طبعا ده نتيجه فشل ذريع لهذا الاتحاد طبعاً. اللي موجود والمدربين اللي موجودين في الاتحاد. انا مش لغايه دلوقتي مش متخيل ومش مصدق ان البطله العالميه الاولمبيه ساره سمير تعطت منشطات، حتى هي يمكن انا تواصلت مع اسرتها لغايه دلوقتي، يعني شبه مضربه عن الطعام ومش مصدقه نفسها، وكانها في ميتم كامل، ان هي مش متخيله ولا تدرك، ولا يعني مش عارفه ده حصل ازاي. هي مش عارفه امتى خدت منشطات، يعني هي ما جابتش عقار كده وخدته منشط علشان ده يبقى منشط ليها، لان واحده بطله عالم، واخده ذهبيه العالم، واخده الالعاب الاولمبيه، مش معقوله لما تروح بطوله قريه هتروح تاخد منشط فيها. يعني بالزبط. يعني اعتقد ان الامور مختلفه طبعا. يعني محمد ايهاب لا ذنب له واخذ بجريره الاخرين، فالراجل بيبحث عن فرصه، هو مش متعاطي منشطات، بس مصر موقوفه وهو مش هيلعب، مفيش حد في مصر هيخش الالعاب الاولمبيه. دي كنا ضامنين على الاقل في ميداليتين موجودين. يعني فمحمد ايهاب جاهز وراجل بيستعد بقاله 3 سنين، وتم انفاق عليه نفقات كبيره جدا، فكانت عنده فكره ان هو يعتزل. بعد كده تواصل معاه الوزير، او هو تواصل مع الوزير وعقد
عقدت جلسه ان هو سيدخل فيها زيد بهذا الشكل وهيكمل تدريباته وكمل ساعاته ومش يدخل باسم مصر للاسف، هيدخل تحت العالم الاولمبي. يعني ما ان شاء الله ربنا يكرمه ويحقق ميداليه هتبقى انجاز شخصي باسم محمد ايهاب ولا تحسب ميداليه لمصر يعني. لكن معروف في الاخر انه مصري يعني، فتبقى حاجه كويسه نتمنى ليه كل التوفيق ويظهر يعني عن ارادته هو في الحقيقه. موضوع طبعا كارثي ومن يعني طبعاً. موضوع يعني بيخلي الرياضه المصريه يعني امور مش جيده بالنسبه لنا يعني. نتمنى معالجه كل هذه الامور السلبيه في الرياضه المصريه بشكل عام ونتفادى تكرار هذه الاخطاء خلال الفترات الكبيره المقبله. استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا امير ودايما موفق، مبروك عليك ودرع الدوري 41 وقبل 42 ان شاء الله. الاهلي بيتصدره بجداره وبيصير فيه او بينطلق نحو بقوه بشكل يعني لم نره في السنوات الاخيره يعني. ان شاء الله موفق يا رب. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اوسي. دي كانت حلقتنا النهارده والفقره الثانيه الحواريه مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الاوسي. بكره اجازه ان شاء الله ونرجع مع حضراتكم يوم السبت في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.